الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم غادي نهضروا شوية على حساب المقابر، اللمس المقدسات للمقابر بهيذون أمام أنظار جماعة بني شكر، اللي بغينا نوصلوا واحد الرسالة إلى قبيلة بني شكر، لأن اليوم كان غادي تجي واحد اللجنة نتاع الأحباس، لأن درنا عدة شكايات إلى السيد الناظر والسيد العامل على عمالة إقليم الناظور. على حساب المقابر، النبش المقابر اللي السيد الرئيس الجماعة والرئيس الجهة اللي خدموا هذاك الطريق بدون ترخيص وبدون فوتوغراف لهذاك الطريق، الخدمة عشوائية من طرف رئيس البلدية بلنصر، اللي خدموا هذاك الطريق نتاع هيدون المؤدي إلى الطريق الرئيسي الملتقي بين ماريواري وإعزانن، اللي دخلوا في المقابر. لهذا الناس اللي سكتوا على هذا الشيء عار عليهم، كنقولوهم هذا المنبر، واش لمس المقابر في أعين السلطة المحلية وفي أعين جماعة بني شكر، شكون اللي أعطى الأوامر للتراكس باش يخدم؟ هو رئيس الجماعة بني شكر إقليم الناظور المسلم محمد البادية. ولهذا حنايا كفاعلين جمعويين درنا عدة شكايات إلى السيد العامل اليوم، إلى السيد المندوب نتاع وزارة الأوقاف، باش يدخلوا يمشيوا للعين المكان. ولهذا حنايا كنقولوا بركة من لمس المقابر، بركة من نهب المقابر. ولهذا حنايا كنلتمسوا من السيد العامل الإجراءات الدقيقة في هذه النزيلة، لأن الرئيس الجماعة خصو يكون ملقطبان، ما يكونش عاد برا، ما يكونش عاد كيسكت. ولهذا حنايا نعلنوا من هذا المنبر، لأن جماعة بني شكر جماعة التهميش، جماعة التهميش وجماعة الفساد، واحد الكارثة عندنا في جماعة بني شكر، كارثة جدا لداخل الجماعة، لرئيس الجماعة من 2015، كاين نهب المال العام، الصفقات المشبوهة، التزوير، بائع الشواهد الإدارية. ولهذا حنايا كنعلنوا حنايا على حساب المقابر، النبش المقابر، حفروا المقابر بدون مواجب قانوني وبدون إحضار السلطة المحلية وإحضار اللجنة الإقليمية وإحضار الوزارة الأوقاف، بدون أي حاجة. الرئيس الجماعة مشى دار خدمته، كيدير السياسة نتاع الانتخابات، واتفق مع الرئيس المسمى حالم فوطات، الرئيس بلدية بلنصر متورط في هاد الجريمة. ولهذا خص المسطرة تحرك ضد هاد الفساد وضد هاد المجرمين، لأنهم هذه راه جريمة، هذه راه جريمة، مس المقدسات جريمة. ما عرفناش واش كان كيقلبوا على الكنوز، ولا ما عرفناش شنو دابا كيديروا. دابا لا إله إلا الله محمد رسول الله. غادي تشوفوا المقطع، غنديروا فيه المقطع في الآخر. ولهذا حنايا كنقولوا حنايا بركة من هاد الفساد، بركة بركة، لأن هذه جريمة في حق القبور، اللمس المقدسات للقبور، حتى هي واخا راهم ميتين عندها المقدسات ديالها لحفر المقابر بدون ترخيص وبدون مواجب قانوني. ولهذا الرئيس الجماعة محمد بادية، رئيس جماعة بني شكر إقليم الناظور، لهذا خص يتعاقب، خص يكون في السجن، داخل السجن، لأنه هو اللي متوط مع رئيس بلدية بلنصر، خص بجوج بهم يكونوا ملقطبان، يكونوا في السجن، ما عادش عاد يكونوا برا عاد، ولا يكونوا كيتمشاو، يكونوا غاديين عاد. ولهذا واحد عنده مو، واحد عنده با، كنهضر معاكم، اسحب بني شكر، اسحب هيدون، جات التراكس نتاع الجهة متواط مع الرئيس الجماعة بني شكر، وراكم ساكتين، عار عليكم، والله لا عار عليكم، راكم ساكتين، عار عليكم. واش النبش القبور، واحد عنده باه تما، واحد عنده ما، واحد عنده جدو، واحد عنده ولدو، خبشوا القبور في وجه نتاع المواطنين، في وجه القبيله نتاع هيدون. ولهذا سكتوا عليها. لا اله الا الله منكر، اش غادي نقول؟ لا اله الا الله منكر، غادي نقول لا اله الا الله منكر، لان ما نقدرش انا نهضر اكثر، لان حشومه كاع، والله الا حشمت كاع في بلاصتهم.
ولهذا كنتمنى ان شاء الله يكون فيكم شويه الروح، شويه الروح نتاع القلب ديالكم، تحسوا شويه مع هذاك القبور، تحسوا شويه مع هذاك الوالدين اللي ماتوا تما، تحسوا شويه مع اهل القبور، لانها عار عليك السيد الرئيس، عار عليك السيد الرئيس باش تنبش القبور، والله لا حشومه عار عليك. كنت كتنبش غير الناس اللي حيين، دابا كتنبش حتى القبور، دابا وصلتي حتى القبور، والله لا عار عليك، لا اله الا هذا منكر. انا كنطلب هذا المنبر السيد العامل باش يتدخل الثور، لان الحمد لله كاين القانون في البلاد، ما غاديش ما نخليوش هاد الرؤساء الجماعيه يبقاو يلعبوا على المواطنين ويبقاو ينهبوا مال العام وينهبوا المقابر يديروا ما بغاو هما، لان خصو يوقفوا عند حدهم، لان صاحب في خطاب الملكي صاحب الجلاله الله ينصره وايده، لانه في الخطاب الملكي كيقول لك كاين خصو يتحاسبوا هاد الرؤساء الجماعه، وان شاء الله راه جايه الزنازيل نتاع هاد الرؤساء الجماعه، منهم النهب المعام، منهم السرقه، منهم بزاف ديال الحوايج. ولهذا حنايا خص دائما كفاعلين جمعويين دائما نبقاو نهضروا على هذا الشيء، ما غاديش نخليو هذا الشيء ساكت، ما غاديش نخليو القدره مبلعه، لان هادو كيلقاو كيديروا ما بغاو. ولهذا كنشكر جميع المتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن، وشكرا.